كان بيننا كمنبر تفان يدعو من حوله للتراص، كسراج تضيء ابتسامته زوايا الإخلاص، وكان له مقام في القلوب مقامه الخاص. ابتدأ المغفور له بإذن المولى الجليل إبراهيم بن يحيى المحروقي مسيرته كمهندس تشغيل، ثم ارتقى على سلم طموحه الطويل ليصبح رئيساً لقسم التشغيل، وبعد أن امتلأت قربة أفكاره بالخبرات صار مديراً للمنطقة الثالثة ثم مديراً للمنطقة الأولى. وما إن نال ثقة الإدارة العليا بجدارته عين مديراً أول لدائرة التشغيل والصيانة، حتى انتهت مسيرته كمدير أول لدائرة تنفيذ المشاريع. يا راحلين وقد سكنتم قلبنا، مهما يطول البعد أنتم بيننا، ندعو الإله لكم رياض جنانه، والله في الجنات يجمع شملنا.